يواصل مركز الملك حمد للتعايش السلمي جولاته في العاصمة البرازيلية برازيليا، حيث زار المركز كاتدرائية برازيليا لاستعراض قيم مملكة البحرين المعروفة بتسامحها وانفتاحها على العالم وإبراز النموذج البحريني الاستثنائي وعرض تجربته في التسامح والسلام والتعايش بين الأديان. مبادئ إنسانية نبيلة متأصلة في مملكة البحرين التي احتضنت مختلف الأديان والثقافات على مر السنين وباتت رمزا للتعايش والتلاحم الأخوي. اللهم وفقنا لكل خير، اللهم اجمع البشرية على كل خير، اللهم يسر لنا الخير كله. So we're thrilled to have been here today in this beautiful rotunda cathedral of Brasilia. نحن مسرورون أن نكون هنا اليوم في كاتدرائية برازيليا الجميلة، ونحن فخورون بالمجتمع البحريني المسيحي الذي جاء برفقة الجوقة المسيحية من البحرين لترديد الترانيم المتعلقة بالحب والتسامح إلى الشعب البرازيلي. وقد تشاركنا معهم الرسائل القوية من البحرين حول التعددية الدينية، وبالأخص المجتمع المسيحي في البحرين الذي وجد في المملكة واحة حب وسلام. البرازيل استقبلتنا بحفاوة لنوضح لها بأن نحن بالبحرين نعيش شعبا واحدا، إن كان مقيمين أو مواطنين من جميع الأديان المسيحية الإسلامية البوذية الهندوسية، كل الأديان السماوية الموجودة في العالم، إن كانت أديان سماوية ثلاثة المسيحية والإسلامية واليهودية أو بقية الأديانات الشرقية، نمارس كل دياناتنا بكل حرية تحت رعاية جلالة ملك حمد بن عيسى آل خليفة. الاجتماع الإنساني الداعي للسلام في كاتدرائية برازيليا نشر روح المحبة والانفتاح على العالم، وتميز بتنوع ممثلي الديانات القادمين من المملكة لنشر صورة التسامح الفعلية في مملكة البحرين. تواجدنا اليوم في الكنيسة الوفد البحريني بكل طوائفه مع المجتمع البرازيلي اللي هو مشابه حق البحرين، أدوا اليوم الصلاة والدعاء لحفظ البشرية من إسالة الدماء والعنف. أنا أعتقد هذه أكبر رسالة، أن الشعوب تحتاج إلى التواصل فيما بينها. اليوم أثبتت البحرين تواصلها مع كل شعوب العالم من خلال كنيسة البرازيل. إحنا جينا هالمشوار من البحرين قاطعين القارات لنشارك العالم، نبث رسالة سلام ومحبة ونفرج العالم شو أنه مملكة البحرين فيها تعايش سلمي وأديان، بدنا ننشره في العالم لأنه رسالتنا هي المحبة والسلام. حالة الحرية الدينية في مملكة البحرين تعد حالة ملهمة للدول في المنطقة ونموذجا مثاليا للعيش والسلام. مشهد حضاري وحوار ثقافي هادف أكد على أهمية السلام والتعايش الإنساني وعلى مبادئ وقيم مملكة البحرين وجوهر مركز الملك حمد للتعايش السلمي. شوق العثمان لمركز الأخبار، برازيليا البرازيل.